حتى تعيش حياة سعيدة في بيتك أو مع أخوانك وأهلك أو أصدقائك أو في بيئة عملك، إذا بدر من أي حد منهم شيء يضيق صدرك لا تلتفت وامشي وكأنك ما تعرف شيء. وبعض الأحيان إلزم الصمت وتجاهل وكأنك ما سمعت شيء، وأهم خطوة انسى أذيتهم لك وكأنك ما تذكر شيء. فالحياة حرب، أسوأها حربك مع الناس، وأعظم الحروب حربك مع نفسك. متى ما انتصرت عليها عشت بسلام.